كشف سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن نمو أعداد العمالة الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 لتصل إلى 158,800 عامل بحريني، لافتا إلى التحسن الملحوظ في عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح يستوعب غالبية الداخلين الجدد لسوق العمل. جاء ذلك في بيان تفصيلي حول بعض الإحصاءات والمعلومات التي عرضها حميدان على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي، وتضمنت رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في النصف الأول من العام 2018. وأكد حميدان أن توجيهات سمو رئيس الوزراء التي دعت إلى تكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وكذلك اهتمام ومتابعة سمو ولي العهد من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، أسست لمرحلة جديدة في سوق العمل مبنية على رفع القدرة التنافسية للبحريني من خلال برامج دعم الأجور أو رفع الكفاءة عبر البرامج التدريبية، وأن المؤشرات تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل. أشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد حميدان إلى تحسن حركة التوظيف في سوق العمل خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2018 أكثر من 12 ألف عامل بحريني، وبمعدل شهري وصل إلى 2000 متوظف شهرياً. لفت حميدان إلى أن ارتفاع معدل التوظيف يعد مؤشراً لقدرة اقتصاد المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين. وصرح سعادة الوزير أن نمو إجمالي العمالة الوطنية جاء بدعم من القطاع الخاص الذي سجل نمواً أكبر في أعداد المتوظفين من المواطنين بنسبة 2.4% ليرتفع إلى حوالي 105 ألف موظف في يونيو من العام 2018. وأضاف حميدان أن معدل عدد الباحثين عن عمل استقر في النصف الأول من العام 2018 عند 8100 باحث عن عمل، رافق ذلك استقرار في معدل البطالة عند 4.1%، ما يؤشر على نجاح جهود مملكة البحرين في الحفاظ على معدل البطالة ضمن حدودها الطبيعية والآمنة. وأشاد حميدان بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل التمكين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير عام 2017، حيث تجاوز عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية خلال النصف الأول تجاوز حاجز 3300 مستفيد. وفيما يتعلق بمتوسط أجور البحرينيين في القطاع العام والخاص، فقد شهد تحسناً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 538 ديناراً بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع نهاية العام 2017.